السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما أنتين وهذا السلام هيا وحنا ذكر سلام سلام إسلامك. سود وادا رينا بدي نقول ملك استود الدويدة كجسوا قتيه سود وادا شرقي عجلدان غارسيا بيج والبا يمل بكتو ريدكم أز. قامهن إلى هاي إذن مجويو لما أنتين. وأنا قولي سنني وحنا كقولي سنني عدو قش الشيء الدوريو. إفتين كيرى نوب حيو إنه إن قدميو. وأنا أقول سنة وحنا كقول سنة دليل الصوماليين أوش غير السشيشية إجوان كذا والنقضي فرماجو ذلك وحبو قبطي فرماج الله دجال مينا وأنا أقول سنة وحنا كقول سنة كوي ذلك إن الصوماليين دجال كسكية قليه إخبي ألد يقرنك إسكون راعي سود وهذا دمانتين وواسك تقبلوها قبلوا فارح ولا الكيس معك كي يرى بشير بالله متراين حس جور سعب كيس قرش ودرس كيس كنورا وراونا قرسي كوسا هاجا بكجا لقتي مع الشورية بنا وين شنتا بقى بغوري رينا بدي نقول وحنا إذا كإريوان جوري سنة إهني الجبنا هذا جاي سنينا بنت يبر بجان ده السوشيال ميديا لده وري جيان ورجان تبرهينين ورك شيء وشقيني ورك كفاني إن دل كنا ودب قلنا غضمش وكي مصدق صنع هذا كار صومالي محمد دلك الصوماليين ميل فوق بكيمي ميل وناكسن بومريا وحدوك تين أبريل لبيا طبعاً كذي إن دولة الصوماليين إيو هو جامية مدن محمد عبد الله فرماجو إنه صوبن دقي عيد الصوماليين أو طيارة بروح بدن مورال كودر وسريو لحدي السنة دلك وحكومة يهدا هل مالنا عيد كصوماليين مشار لكم الدعم شغالها الدولة وش قيو إيكو سكان عاصمة دلك الصوماليين هل مالنا مشار لكم أي سندعين آديات رنا بدينا لسونا وهذا شير قرية عجلدن قرسية بيت والبا يميول بكتورة إذكم ماسن وعنو سوق قلينا كهدلو لبا قضب قضب حساسي وحد معناها سوق كجرو وبرلمانك سوماليات قسيو إيه وحان كهدلينا دليدن شيشيه وشقيه ويسكون عده آديات قضب كوريان كور مريا وحاوي إن قربتا مركي فيدكي أفوركي أهي إن برلمانك سوماليات لو ديري text message text message kaaso ku qoran oo leeyahay waxa ay wareejin sameyn doona mudan mursal waxa magaraysaa qudbad jeedin doono odagii dhabana cad ee ogeedeen qaabku dalkanaga burburka u gelin gaaray een hoosaasis macnaha wax noocaasa xilibanada loo qoray laakiin arintu sida ma aha ee hadalkayga aad u dhageysto xilibanada Soomaaliyeed waa in macnaha jandaha marka koowaad aad ka akhrisaan waxay damacsayeen nimankii fashilmay أوجه الرجال رب لباهن، أو كل حاجة ذير كيس دمنعت، وحيد مع سيه إنه الدنيا لحية طبنكي حلبان، إما لندو تل الديدة بو قبضن دليجي، إلا وصل دور تيدل ككية، إن أي مجرى ساء كود عريان حرونت حرونت برلمان كنا كود عريان بالدنيا، وحان كور هالني اللوجي هاي وعاوة سعودي إلا برينتر جريني أي دي هذا نمكي عيل وغل وصل دورته. هذا القادم دقيش اللي بنادى الصوماليات بمسجد كوسعدا وحيدون يا بريتو صدق هذا قضاي هذا يدين صدرين موجي يا بري وحيدون يا لحية طبنكا عيل واغلى وصو دورتي أحمد مدوب الدولة الدكية أي وصو حشي إن بريتا اللي بنادى هرت هذا لو داري دوريا نكان بوح أي رهدان قرن ماي سو بهدلين قابو بهدلين الصومال نمذا مقرر ساي وراجي ذا كسر جيدو isagoon magaraysay siyaasiyinti iyo madashii qaran aan la tashanin oo magaraysay wixii khilaaf ka dhaliyay wali uu taagan yahay KID kaariyo printer gareeyay laakiin shaqeyn maayaan sidii maalin dhaweeyta doorashada markay dhacaysay aysan u shaqeynin ayay tan u shaqeyn doonin hadalkaas dhageyst xilibanada Soomaaliyeed arintaas aan idin ka digayna qorshaha ay damacsiihin waxay rabaan nimakiyo ideal ma la weeyto wad ogeedeen imada Soomaaliyeed laba socdaan baro maleenay wax yar ka daba geeyay intan xilibaarada u soo noqon ma la weeyto markay doorashada gudoonka baarlamaanka dhacaysay waa tiyaad ogeedeen oo buuqa badan u dhashay buuqa ugu badnaana wuxuu ka dhashay 16kii ceelwa iyo 16kii garbaharri dood badan oo socotay iska qabsi far badan oo socday ugu dambeen waxaa la isla gartay oo la isla qiray in khilaaf ka taagan yahay 16ka kursi ee ceelwa iyo 16ka kursi ee garbaharri waxaa ugu dambeyntii odaga dhabanacad iyo roblabaahare beesh caalamku ay ku qancisay in aanan xilibanadan labada dhinacba aysan haysanin ID dhageysta dalka
ايديو اي سنه هي سنين دك رير قدن اي هيشيس كو هين انت رنت ايديو اي خلبان اي كان نقونيان كار خلبان كا قادريان هيشيس ن لغا غاريو او رير قدو اي هيشيس كا غاريان ارنت ديب هلو لو دغال لغير سداسا لو هيشي روبلي هادركي سداسا كو قنعين سدي با دورشا لو غري هدا وخي دونيان اني اكسكيوز كا دكتان او عذردار كا دكتان بيش عالم كا انو تيري مالنتي هوريتو كارر مي ايسن هيسن رغان hadda kaararki baa loo sameeyay sidaas aan ku dhaarinaynaa inay yiraahdaan dabana aad bay wali arintaas kaga dhagantahay oo axmed madobe uu buush gareeyay laakiin xaqiiqdu waxay tahay waxa weeye dabana aad uu iyo ninkii la yiraahdo roob la baahanow gado xilibanadeeda heshiis lagu maah reer gado waa inay ku heshiiyaan reer gado waa inay isku afgartaan reer gado waa inay keensadaan dadkii ayaga matalaya xaqiiqda dhabta xilibanada Soomaaliyeed baan u soo noqonayaa barinta waxay damacsayeen inay buuq dhaliyaan iray kitaba meesha soo dhigan kana been sheegan bay duuniyan oo hortiin xilibaana ku dhaariyaan arintaas weenad ka digtoonaataan arinta weenad ka hortagtaan arinta waa in gudoomiyaha la doortay ee saxda ah mudane sheekh aadan madoobe waa tuu maanta yiri xisbiga himla qaran xilki aan ka hayo waa iska casiray waa soo dhaweynina mudane mudane umada Soomaaliyeed waa ka dhir sugeysa umada Soomaaliyeed indhahay kugu haysa mudane noqo mudane Soomaaliyeed oo Soomaali u dhaxay mudane waad ogtahay siyaasadaada hadda ka hor qaabkii ay ahaan jirtay waa la socotaa maantana meesha ay taagantahayna waa la socotaa mudane sharaftaada maanta dib ay u soo noqoto ha isku dayin sidii Cabdullaahi Yuusuf iyo Sheekh Shariif waagaad gudoomiyaha baarlamaanka weyn inay sharaftaada dib u dhacdo saaxadda siyaasadeedna dad shakhsiyaad gooni ka saaran oday Soomaaliyeed noqo reer gado waa dadkaagi gudoomiyaad u tahay dhaxtag soo xali ka qayb qaada halka iyo sukeenida reer gado garbahar iyo ceelwa isukeen axmed madobe iyo rooble waa kala dilaya dadkaas mudanaadaan taa kugu hadlaya xilibanada Soomaaliyeed arinta ka digtoonaada waxay printer gareeyeen ID-yadi waxay damacsayeen barinta subaxii insha Allah hadduu leeyahay marka timaadaan in la idin boobsiyo halka lagu dhaariyo xaqiiqda dhabta ahna waa taawi waxaan kaloon halkan hadal uga diraya idinkana nimanka reer garbahar ay lagu soo doortay ID-yada waa la idin sameeyay idinkana barito waa inaad meesha tagtaan idinkuna bartaas hadii la dhaariyo idinkana waa la idin dhaarinaya xaqiiqda dhabta hadii ku weel waa ciil qoray lagu soo doortay ee Kenyaanku ay soo doorteen lagu dhaariyo xarunta baarlamaanka idinkana cidna idin kama xigto waa ku dhaaranaysan waana la idin ku dhaarinaya laakiin nabada waa laga raaca ninka la yiraahdo dhamanacad Soomaali waa ku dhaceeyay sharaf kuma leh karaama kuma leh lacag yar buu ka doontay sharaftii qiimihi umada Soomaaliyeed lacag yar buu ka doontay xaqiiqda dhabta umada Soomaaliyeed waa inay arintaas ku baraarugtaa waa inay la socotaa nimankan dhabanacad iyo rooble warqad bay maanta soo saaray gudigii beenbeenta ahaa ee Muuse Geelle uu magaraysay jeebka ku watay ee password koodara uu Cadaala ba uu ku watay magaraysay jeebka ku watay warqad bay soo saareen warqada waxa looga dalayay oo dhan baan la soconaa warqada waxa ku qoran laba kursi oo magaalada Beledweyne degmada doorashadoodu ay ahayd inay maanta yiraahdeen waan wareejin qorshaha iyo arinta siyaasadeed laga leeyahay waa arinta ciil qalay iyo meesha la yiraahdo ciilwa in lagu xalaalayo laakiin dhici meesh reer gada majority-goodi waxay aaminsan yihiin inay matalaan nimanka garbahar ee lagu doorto laakiin xal bay wali doonayaan nabad bay doonayaan wanaag bay doonayaan in umada Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed ee degan gado magaraysay si nabad ay ku wada noolaadaan bay doonayaan xaqiiqda dhabta warqadda ay soo saaray waxay yiraahdeen laba kursi baan ka wareejinay magaalada la yiraahdo Beledweyne waxaan u wareejinay magaalada Jowhar taas oo ay rabaan marka dambeynay dhahan heshiiska 17 September waxba ka bedelo Beledweyne way ogolaatay oo Jowhar baa lagu qabtay laba kursi oo yiraahdeen garbahari waan ka wareejinay ciil qaab ciil waaq baa lagu magaraysay loo wareejinay yiraahdeen laakiin shaqeyn may saadiyad arintaas aad jirto reendabad iyo nolol xilibanada Soomaaliyeed dawladda Soomaaliyeed umada Soomaaliyeed ee nabad jecel arinta waa in lagu foojignaada roob la baahane iyo adeerkiis wali ma aysan quusan laakiin waa la quusin wali ma aysan quusan laakiin waa la quusin suqumaati baa loo quusin insha Allah haduu Ilaahay halka waxa kaga tagaya baarlamaanka qodobka labaad baa ka hadlaya nimankii musharaxiinta sheegaray ee haasha beesha ahaa ee Kenyaanka iyo Imaaraadka iyo wadamada shisheeye u shaqeeyay ee cadaawada farmaajo ku heshiyay caawa isku dhaceen ninkii xasan cal qeyr raaha oo nin wanaagsan ahaa oo nin Soomaaliyeed ah oo dowladan maanta ku faareyno qayb lixaad la kasoo qaatay dhisideedii hadday ciidamada noqoto hadday financialka noqoto qayb weyn kasoo qaatay oo la xaqiri karin oo dhax waa dhaxdaas baasho ka yara hoos baxday oo nimanka ku biiray
ما أنت جرب كي جليين وحكت لجين قبيل وحكت لجين نن لوم أويان هيا كت لجين جيز كي جليين ولا عقدة ذي وحوي سئم وناك سنين وقروح بنين هيا ورقة بين حس على غير مركي ورتاه مجري سعد دجال كفر ما جرى وحكت ده دعيين وأنت شندونا تلاقي مركي اللي سوي منه لفوين تي وحيت هذا ودينا ذر ومجري سعد جغل كي جليين حس على غير النجا أشيء إن موريان نك كلي النبضي نقول أنا وان كبق إنه ونسلين هاي جالن جبوا يدي قلي كره ونك اللي يراد حاس على غير وحبا هاي السنة بيش وكدش بيل لاندير وكدش شيء سومالي إلى هاي بقرطية ده وكده جاي أم الرصد اللي يرادو أم جرة ساية ده هنتي إيو دقالي السياسيين إلى هاي أن أيرين بكدش حاس على غير يجيس كجليين ويعقد ذيين سلين نك كان بين جريني صاحبك جعل فربوها ونن هذا قيبة بدنه يا شريك نبك هجرب تجنا ما أنت قبيالات بيكن جنادير نبك يصير هذا يقول الجبين مدة كلا ومهم سن نبك هذا نحضر كق راح دوحوي أحمد مذوبي يدر وتيس والتين ذو جذين أحمد مذوبي وحم مدحويرة كيها جبلة لكن دور شلا وح عضاتين وسن مدحويرة هين وببت ودر وتقوية وجيستي نبك كان مجرد سير ريبلن محمود سليمان هنا يوي هاي مجرد ساي بابد ليدر أو إكس ماي جيستين يوي هاي بعد ذلك رجوا باللانتي قبائل ذكر الدول هاي أحمد مذوبة وأمس رين إنه مدح وينه هذية سيد فرتاك يعانونه يرجي رجوا باللان مجرد ساي عقلك هو هاي مسكح هذا هو هاي أقوي هنا ذو سياسيين توه واحد ترى من إن أحمد مذوبة وشان هين مسؤول كأرمية جبلان أوي هاي مجرد ساي غوفرناتور إنما كارب باللان جيستين مش اللي يرادا إكس ماي sababtoo ah ahmed madobe iyo dari markay xilibanadu dhacayeen ee boobka uu socday waxa lagu heshiyay in aqalka sare oo magaraysay markii horeba ay reeju balan ay ku fadhiyeen gudoomiyaha ku xigeenkiisa labaad nin mawlid la dhaw ku fadhiyo in mawlid maadaama laga shakiyo lagu bedelay fartaag iyo lagu heshiyay aqalkan magaraysay aqalka hoose in la geeyo qof budla ka socda la geeyaa lagu tashay waxa dhacday doorashadii aqalka sare markay dhacday dari iyo ninka la yiraahdo xasan sheekh maxamuud oo hadda isku xisbi noqday waligood isku xisbi ah damul jadiid ya hoosta keeshii u xiray naga daayay ninka waa ogaadeen waa aqdheer aadiyad waa laga hoos guuray xataa lagu marti qaadin meesha la yiraahdo muqdisho sababtoo ah dari waxa marti qaaday damul jadiid ahmed madobe waa codsaday inuu yimaado muqdisho sida uu lafta gareen u yimid sida uu qorqor u yimid sida uu magaraysi cabdi axiis lafta gareen u yimid inuu ahmed madobe u yimaado ayuu damacsanaa laakiin waxa dhacday in aan invitation loo sameeyin amnigiisana la kafaala qaadin oo laga gaabsaday ahmed madobe adeerkay aad baa laga xumaa waxa weeye sida dali u barta waxa kan beegareeyay ahmed madobena dooni laakiin de skuuridkiisi iyo magaraysay kafaala qaadki muqdisho uu ku joog lahaa cid u fidisay waa waay adeerkay laakiin wuxuu islaha ninka aad saaxiibaha tihiin ee isla soo halganteen ee la yiraahdo Saciid dali dali bucbuc oo wixii gal rawada bal gudaha dali iga raal qaadiya iyo wuxuu yiri kolayda waxbuu ku hanbeen doona dadani maalintii doorashada gudoomiyaha aqalka sare gudoomiyaha xigeenka labaad aqalka sare taleefanka waa ka dansaday ninkii fartaag ahaa waa soo taagay waa taad aragteen de nin waxa soo baxay reer Daraawiisha reer Qaatuba reer SCC ah oo magaraysay xaaladiisu magaraysay bariga dhaxatay ba meesha ku soo baxay reer Buulaar dari waa tuu suuqa soo galiyay labada dhinacba macnaha wuxuu isku dayay inuu yiraahdo anigu ninka dhulbaante mas'uul kaba ahayn laakiin dhulbaantaa xilibanadooda inay ku kacaan badar ka yar baqay waa sheegto ninkii waa la kulbay si hoos u hadlay aadiyan laakiin axmed madow wuxuu ka dhaadhiciyay oo anaguna maqlay in magaraysaa uu san damacsaneen ninka dhulbaante inuu soo baxo aadiyan axmed madow sidii buu ku dagay axmedo wuxuu yiri ilaadaar wadaan tolnaa Saciid dariyow waxaa sameysaa wiir aqalkii sare ina dhaaf Rebulan Rejbulan waa dhaaf Rejbulan waa inay saameyn ku yeeshaan aqalka baarlamaanka hoose ninka caananuug oo beesha garjan u dhashay oo Rejbulan oo qiyoonada Rejbulan kamida waa inaad magaraysaa la isugu yeeyaa dhaqaale iyo magaraysaa juhdi la geliyaa dee caananuug wixii ku dhacay waan arkaynay damul jadiid baa ka kaambeen gareeraysay damul jadiidna marka lagu sheego waa un xasan sheekh maxamuud iyo dariwi ragii ka kaambeen gareeraya waa ragii dari ugu xigay oo ku dhiki gudoomiyaha ka jir gobolka muxuu ahaa ii sheeg gobolka mudug sayar iyo ragii ka kaambeen gareeraya waa ogeyn caananuug ayadoo og yihiin oo loo sheegay axmed madobana uu soo wacay oo telefoonka ka dhaseen yaa laga kaambeen gareeyay caananuug gabadha waxaa soo baxday reer Buulaar oo walaashay Saciidiyo oraad aniga isugu dheerna shakhsiyan oo dad aad macrifo una aanahay yaa meesha ku soo baxday maashaallah jabkoodi markii la arkay nabad inoo go'aan bay qaadatay ayadoo number 1 ah oo ku soo bixi kartay iyo gudoomiyaha ku xigeenka dhinaca nabad inoo ah isaasiile aad yaa haqiiqda dabteel isku ma dirin aadar macaan meeshan xilba la raasirayay
نول بطلاد الوح كوي يشو دوري ما مل جبلات كسرة إني تلاد وح كوي لتي دوريس لكن حقيقة ضبطه جبل وح طلائي كله ضاي فدرال كده اللي جبل لمرك اللي قلية هاي ضد أحمد مدوبي وحجاو وحامسين إني مش وجدين كلي ليه ما له وجدين مش صومالي ودم بجبل لان دكان جبل لان حق بيقوله هاي سيدا ما ملاذ كلا هيرشبي اللي يكون فرق البيت يبول لان وحقاتين إن أنا قلنا رجب لان ويل جرجنا ويل جالجع لان ويل مريحان ويل وجدين إنه حلقاته واجبه لكن وحبرتها إن دكان وترى حمد أحمد مدوبي إياه مجرد ساي درجي ومنه قياني ومجرد ساي سحر بهدل أحمد هو دياك هاد دفاع فدرال كاد فرماج مر كسرنا نكوجه الرئي توتاه كوسو حيرندور وارجع إن شاء الله هدول إلى آخر نمك هالك هسه كلام مريان أنك قول بينو تاجنا هدانو نهرين نبدي نقول حقيقة ضبطه وحي هاد براه بلشة السوق ليه ومجرد ساي بربجان ديني إنه ليه فرماج واهري إيه فرماج وسكار ورفرماج بورسمين ورجيو كواد بسجاشن يسدد عد إذا سو بديك وناقل كسرة كجر إذا كصدح صدح السوت تجاي وشيخ شريف يعز الشيخ محمود ينك اللي يرى هذا دني السوت تجاي بعد ضباطنا يافر داف ويسن فرماجو كل جيء أويل شو مارينا سجاشن يسدد بو لا مركو ورش يدك كلفت محاذو مالين الساعة والثاد باري واحد ترتمي وقف كلام فرماجين فرماجو مركو ترتمي محاذو مالين الساعة كلته شنبرها أو عذيرة إن شاء الله هدو لي هدو إلى يرى هذا يرى نبدي نقول بفرنا نمكي اسمها يستي إيش الشيء هذا وش قيني فرماجو ويلكا سومالي لا ويلكا سومالي كقبا إيش هذا كقبا عدو إيش يسرا كقبا إن شاء الله وقوليشن فرماجو وقوليشن فرماجو وقوليشن هو يوين كسومالي دو عدو ذا لصعو تادية ويلكا سومالي عدو ودي مقرر ساي حماتدي ويشين يا يجي مانت اسكدرت مانتا يجي بابا اسكدقا يا ديات وروا واسك دمبروها لايف كجو جين مينو وانو وضينا اديات قولي سنني بان ادر لينا وان قولي سنني ومدى الصوماليات با قولي استمر كان نبدي نول القولي نبدي نول قبيل والبا يا كجرة قبيل والبا اسوة لكن ايقو قبيلة حن وهذا اي كلاشاكيين يي معناه مركور كويشي وين سي بربوري دوران وين سي كلاشاكين دوران ان شاء الله حاز على غيرو يسات كادر بعان اديات حاز على غيرو بلن بيبا نو تاي ساتك وحبيا لغنيه جبين لانغا باتاي مرصدتاي وحبيا لغا دادعين هذيات اد ما يدي سلام يا دمانتين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.